أهلا بكم في بانوراما هذا اليوم وجولة جديدة على الأخبار. لا مناص من التضييق الإسرائيلي على كل ما هو عربي، أفرادا كانوا أو أرزاقا أو بيوت. في اللد العشرات يخشون من نكبة جديدة، فشبح الهدم قائم. وفي النقب مواش تقطع حكومة إسرائيل طريقها، فعين المستوطن على كل شبر في البادية. وفي العموم مجتمع عربي يواجه فقدان الأمن الغذائي، وهو أدنى مستوى توفره أي سلطة في العالم لمواطنين تحكمهم وتتحكم فيهم. إلى أبرز ملفاتنا. عشرات البيوت في اللد مهددة بالهدم وخشية في الأحياء العربية من نكبة أخرى. أكثر من 40% من العائلات العربية تعاني انعدام الأمن الغذائي في ظل غلاء المعيشة. ومطالب بإعادة تسهيلات امتحانات البكالوريوس للطلاب بعد إلغائها من قبل الوزارة مع استمرار انتشار الجائحة. أهلا بكم من جديد. ناقشت لجنة المالية في الكنيست الميزانيات المستحقة للسكان العرب في البلدات المختلطة في إطار الخطط الخماسية، وتناولت الجلسة شح الميزانية التي تمنح للسكان العرب والتي لا تكفي لسد الاحتياجات وتقليص الفجوات. وفي وقت سابق طالب مركز مساواة الحقوقي برصد ميزانيات حرم المواطنون العرب في المدن المختلطة منها. أعلنت وزارة الصحة عن انخفاض طفيف في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعد تسجيل 20,340 إصابة جديدة وأكثر من 100 حالة وفاة في اليومين المنصرمين. ووفق معطيات الوزارة تعدى عدد الحالات الخطيرة في مستشفيات البلاد 2077 مريضا، بينهم قرابة 300 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. يواجه المواطنون العرب في مدينة اللد تصعيدا ملحوظا في عمليات هدم المنازل التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، حيث تلقى 17 مواطنا من المدينة في الآونة الأخيرة أوامر هدم بادعاء البناء دون ترخيص، ما يهدد أكثر من 75 بيتا وعائلة. كما تنفذ السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم لخدمة ما يسمى بالمشاريع أو مشاريع التطوير الحضري لصالح اليهود على حساب العرب. مشاهد هدم البيوت العربية في مدينة اللد في حي السكة تشعرك وكأنك في نكبة عام 1948. هاي البيوت ما يسمى بيوت عمدار محمية، مع سنين الناس بسبب ضائقة السكن زادت عليها غرفة أو زادت أوضة أو زادت شغلة معينة. بتيجي الدولة بال 2020 وبتطلع قرارات إخلاء العمدار، عن طريق العمدار بيطلع قرارات إخلاء ضد هاي العائلات، وبيجي بيسومها على الإخلاء، تخلي مع تعويض ولا نخلي تطلعك من البيت من غير ما تاخذ تعويض. هاي الصراع هذا اللي بحطوا فيه العائلات هاي صراع جدا صعب، في عائلات بترفض وبتضلها موجودة. ومثل حي السكة حال حي الشنير الذي تلقى المواطنون العرب فيه 17 قرار هدم لبيوتهم، وخطر الهدم يتهدد 75 منزلا عربيا في اللد. المصيبة الآن أنه في خطة هيكلية وضعت في حي الشنير تتجاهل تماما سكان الحي وكأنهم مش موجودين، يعني كمان الأرطاب وكمان باينين عليها، وفي هنا جيل ثاني ثالث باني وعايش هون وبيوت عايش وفي مدارس هون، تجاهلت كل هذا الأمر ووضعت خارطة هيكلية إني بتمر شوارع رئيسية مركزية، شوارع اللي هي بين مدن، شوارع عرضها وكأن البيوت موجودة، فك البيوت وكأن لا العائلات موجودة ولا البيوت هاي موجودة ولا لا أراضي هاي الطاب موجودة. يحارب الوجود العربي بكل شكل، وإن لم توجد طريقة لهدم بيوتهم وتهجيرهم فتحت طائلة التطوير الحضاري توضع مخططات لتغيير الديموغرافيا ويصبح فيها العرب أقلية. في البلد القديم في جانب المسجد العمري الكبير
البلدية تريد أن تقيم هناك مشروع ما يسمى التجديد الحضري، هي تريد أن تهدم العمارات ذات الأربع طوابق ذات 16 شقة وتبني مكانها عمارات ذات 12 طابق وأكثر أو 8 طوابق اللي فيها 50 شقة واللي فيها 60 شقة، وتركيز العرب على أقل مساحة ممكنة من الأرض، وباقي الأراضي التي سيخلو العرب منها يريدون أن يقيموا هناك مشاريع وجلب اليهود المستوطنين إليها. يسكن حي الشنير هنا لاجئون فلسطينيون هجروا من أرضهم عنوة بعد النكبة، وتعمل بلدية اللد على تهجيرهم مرة أخرى من خلال مصادرة أراضيهم وهدم بيوتهم والإبقاء على أرضهم ضمن الأراضي الزراعية حتى يسهل مصادرتها. أغلب العائلات اللي موجودة بحي الشنير عائلات بالأصل عائلات أرستقراطية، يعني جاي من هدى شالون ومن بتحت تكفى ومن تل أبيب، يعني بناخذ العائلة بيدس مثلا، عائلة بيدس موجودة هون على جهة الشمال، هاي أراضيها اللي حصل قدرت تاخذها بعد ما نزحوا وشردوا من تل أبيب، اللي هي أرضهم أرض الشيخ مونس، جامعة تل أبيب مبنية على أرضهم، قصرهم موجود لحد الآن، عائلة أرستقراطية نزحت للد وبتواجه نفس الخطر، مصادرة الأرض، ممنوع البناء، وإذا ببني بنهد بيته. بدعم من رئيس بلدية اللد يائير رفيفو تنتشر النواة التوراتية في مدينة اللد لتحارب الوجود العربي. مباشرة تنضم إلينا الآن عضوة بلدية اللد السيدة فداء إشحادي. أهلا بك سيدتي. في البداية نقول إن المواطنين العرب يواجهون تصعيدا ملحوظا بسياسات إسرائيل نحو هدم المنازل والبيوت في اللد، ما هي آليات مواجهة المواطنين العرب؟ على العافية أمير. حاليا إحنا بنحكي على، يعني نذكر بالتقرير، أكثر من حي، وكل حي يعني قضيته مختلفة للأسف، يعني حتى بموضوع توحيد الجهود بين سكان اللد العرب في شوي صعوبة، لأنه كل قضية كل حي قضيته عم بيكون مختلفة عن الحي الثاني بسبب استخدام أدوات مختلفة من قبل المؤسسة. التركيز بهالمرحلة على حي شنير لأنه يعني في شبح هدم عم بيكون على راس حاليا، هم صاروا 16 بيت، البيت ال 17 هدم قبل أسبوع ونص تقريبا، بيت طارق محارب تم هدمه وبقي 16 بيت عليهم أوامر هدم، اللي هم أوامر هدم اللي تم إصدارهم يعني من شهر 7 لحد اليوم. والأداة هناك كمان اختلفت، يعني إحنا كنا لحد شهر 7 بنطلقها أوامر الهدم أو اللي بيطلع بيصدر أوامر هدم هم بلدية اللد، اليوم حولونا على الأخفاء أرتيت على الوحدة القطرية اللي هي نفس الوحدة اللي بتصدر أوامر هدم بالقرى والمدن العربية. وصار الموضوع أصعب، يعني إذا كنا قبل منتجادل مع البلدية ومنحاول هناك نمنع أمر الهدم، اليوم صفت إنه الوحدة القطرية كتير أصعب إنه تواجه أو تتواصل أو تحاول تثبت إنه البيت هذا من قبل أو موجود، يعني مش موجود أو بعيقش على أي خارطة. الإشي الوحيد حاليا الأداة اللي بإيدنا اللي بالتقرير شوي كان فيه غلط، اللي هو إنه لسه فيش مخطط هيكلي. هذا الإشي الوحيد منيح حاليا بالقصة، وإنه حاليا التنظيم اللي عم بيصير يعني بقلب الحي، أنا مصور في عندي بكرة صبح على 10:30 اجتماع مع سكان الحي عشان يبدوا يحكوا، والإشي اللي على منشجع الناس عليه إنه تتدخل قد ما بتقدر بالتخطيط اللي عم بيصير بهاي اللحظة، يعني تدخل على أي اليوم شوي، يعني القانون عم بحط إنه مجبور يكون مشارك الجمهور وهاي الأداة عم تستخدم، وإنه ادخلوا جربوا تقولوا قد ما بتقدروا أشياء من الأول. إحنا بنحكي على حي اللي تم بناؤه يعني بأغلبه بالسبعينات، ومن وقتها لليوم السكان بناضلوا على مخطط هيكلي. بالنسبة للشارع الرئيسي فعلا بالاعتراض قدروا السكان بعد اعتراض أكثر من مرة قدروا أنه يزيدوه، يعني إذا كان ممكن يكون شارع 200 كان المفروض يكون على أكثر من بيت، يعني كان بالتخطيط يعني كأنه في الشحي بمسح البيوت مسح
ولما تقدم الاعتراض وراحوا كلهم على بعد ما خذيت على اللوائية اللجنة القطرية ممكن اتخربطت بالترجمة هون. نعم. راحوا السكان وتواجدوا بقلب الجلسات، ففعلا الشارع قدروا يعني يطالبوا انه يكون في تحقيق اذا هذا التخطيط صحيح او لا، ويزيحوا الشارع. المطلوب اليوم كثير متابعة، يعني احنا بركض مع الزمن، بنضلنا كل الوقت نفحص مخططات. وعلى هذه الخلفية فداء والحاجة لمتابعة هذا الملف لجميع القضايا طبعا، مع كل الاختلافات الموجودة والفوارق الموجودة بين هذه القضايا، هل هناك أي لجنة ربما أو مجموعة قانونية وحقوقية تعطي استشارة لأصحاب هذه المنازل المهددة بالهدم؟ يعني للأسف لا، يعني عاد فيش أي تواجد لمؤسسات مجتمع مدني قانونية في اليد. حاليا عم نتواصل هون وغاد باللحظات الحرجة، لما يعني في حالة خاصة كثير بنطلب إنه واحدة من المؤسسات تتواجد. واضح إنه لازم لنا أكثر تواجد. كان في جلسة قبل شهر ونص مع مؤسسات مجتمع مدني اللي بتشتغل تخطيط، يعني عم بحاولوا يساعدوا قد ما بيقدروا، بس كلنا بنعرف يعني للأسف إنه قضية التخطيط والبناء هي مش قضية اللد لحالها، هي قضية قطرية بكل مجتمعنا العربي، هي الأزمة الأساسية. إحنا بنحاول باللد إنه نتجمع كنشاطين ونضلنا حوالين بعض ونتابع الأمور. بالتخطيط الحضري اللي نحكى عليه بالتقرير، هو كمان إشي اللي أغلب مجتمعنا بيعرفوش، يعني هو نوع تخطيط جديد اللي عم بيصير بقلب اللي احنا فيش عندنا حتى لسه الادوات والمعلومات اللي نوقف قدامه. وقد يخدم فقط المواطنين اليهود في اسرائيل، لكن في المقابل فداء، ومع كل هذه الحالات والقضايا المفتوحه والتخوفات ايضا المفتوحه، ذلك ايضا يولد خوف متراكم ومتزايد في الشارع اللداوي. ضعينا في الصوره اكثر، وانت عضوه بلديه اللد. يعني هو الموضوع مش بس بيولد خوف وقلق، هو بحطنا كل وقت بدائرة إنه تركض. يعني أنت ببداية افتتحت إنه 40% من مجتمعنا موجود بحالة تحت خط الفقر، وكل قضية المسكن هي بتحطنا أكثر وأحسن أكثر تحت خط الفقر، لأنه لما أنت اليوم تبعك ولا مرة بنتهي بدون ما تفكر إذا أنت رح تضلك بهذا البيت أو لا، فنفسيا انت كل الوقت بازمه. فقدرتك انه تتقدم وتوصل لقدام وتفكر باشياء وتحقق احلام هي بتحط يعني بتنزلك من هاي بتصغر لك هاي الدائره، وهيك كل الوقت انت كمجتمع بتضلك تحت خط الفقر وبتقدرش تطلع من هاي الدوائر. فقضيه المسكن او التخطيط والبناء اللي اغلب مجتمعنا بيعاني فيها هي اللي يعني بتجيبنا دغري لمحل تبع الفقر والشباب بضائقة يعني كل الوقت بحطونا بدوائر اللي إحنا ولا مرة بسهولة بنقدر نتقدم ونكسرها ونطلع منها، لأنه في شبه حد فوق راسك. يعني أنا كنت عم برافق عائلة أسبوعين وهم يستنوا جرافة تيجي، ويعني مش مريح. وإحنا بنحكيش عائلة واحدة، بنحكي على أغلب المجتمع. نعم. إذا مش بالأسبوعين اللي قراب الجرافة جاي، هو بعرف إنه في مرحلة جاي، لأنه فيش تخطيط وبناء. وإنه يعني طارق محارب اللي هدموا بيته قبل أسبوع ونص، بنته كانت بنص الامتحان، هي طالبة تمريض، كانت بنص امتحان التمريض على الزوم، لأنه هاي الفترة الامتحانات على الزوم، والجرافة عم تدخل على البيت تهدمها. فأنا بعرفش كيف هي مرقت الامتحان. يعني واضح إنه مجتمعنا قوي وصامد، بس في صعوبة كتير إنه تتعايش مع هاي القضية بالذات نفسيا. يعني تضل كل الوقت في هذا الشبح هو إشي كتير صعب. ما طبيعة الأصوات وردود الأفعال في مع الوقت؟ نعم فداء، يعني ما طبيعة الأصوات وردود الأفعال في بلدية اللد تجاه ما يحدث الآن، وبالتحديد بعد سنة دراماتيكية مرت، ويعني أحداث أيار وما إلى ذلك؟ يعني هو السبب لنقلنا من بلدية اللد للوحدة القطرية بقضية الهدم هو اللي صار بأيار، لأنه فعلياً اللي عم بيصير هلأ في إيجابيات سلبيات لكل قضية أيار. يعني بعد اللي صار
كان أكثر تلخيص عم بيصير عند المؤسسات الحكومية إنه بلدية اللد أقل عندها القدرة إنه تدير هذا المجتمع، فعم بتحول كل إشي لمحل قطري، وبالقطري في صعوبة مرات، في مرات إذا أنت بتشتغل قدام مكتب الرفاه الاجتماعي يمكن أكثر يقدر يفهمك أو يستوعب شو عم تحكي، أما لما بتشتغل قدام وحدة قطرية للهدم يعني كتير صعب ليست هناك لغة تشرح لها مشتركة. طبيعي. واضح، أشكرك جزيل الشكر عضوة بلدية اللد السيدة فداء إشحادي. بين تقرير صادر عن جمعية سيكوي فجوة تصل إلى الضعف في الميزانيات بين السلطات المحلية اليهودية والعربية، كما أن مدخول السلطة المحلية اليهودية للفرد أكبر ب60% من مدخول السلطة المحلية العربية للفرد. للحديث أكثر عن هذا التقرير تنضم إلينا الآن في الاستوديو مركزة تطوير اقتصادي في جمعية سيكوي أفق مروى صالح. أهلا بك مروى. أهلا أمين. في البداية، ما الجديد الذي يقدمه هذا التقرير في سيكوي؟ بدي أحكي لك إياه إنه هذا التقرير مش جديد فعليا، هو بحث مكمل لبحث انعمل في 2014، والبحث كمان فجأ إنه في فجوات بين السلطات المحلية اليهودية والعربية، لكن حبينا نعمل كمان مرة هذا البحث أول إشي لإثبات هاي الفجوات، وكمان عشان نسلط الضوء على التحديات اللي بتواجهها السلطات المحلية العربية في 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 الموازنات القليلة اللي بتأخذها، ونحاول نشرح الأسباب لهاي الفجوات. يعني ربما لإطلاعنا بشكل أدق وأوسع، كيف تجرى هذه الأبحاث وآليات البحث الميداني؟ البحث نفسه إحنا أخذنا أكثر معطيات، حاولنا إنه نجمع معطيات، ومن خلال المعطيات قدرنا عن طريق النوجة شاني اللي هي مخططة مدن في سيكوي أفق، وليلى سويد اللي هي مخططة مدن ومحامية في مركز إنجاز، التنتين عملوا البحث، والتنتين أكثر فاتوا في إنه يشرحوا إيش المعطيات هاي بتقول، منين أجت هاي الفجوات، ليش في فجوات. اللي بدي أحب أحكي أكثر كمان عن المعطيات اللي وصلنا لها وعن شو بتحكي هاي المعطيات. لما بنيجي بنحكي إنه 60% في السلطات المحلية اليهودية، الدخل للفرد الواحد في السلطة المحلية اليهودية 60% أكبر من السلطة المحلية العربية، إحنا كمان عم نحكي بالتالي إنه هذا رح يأثر أكيد بشكل كبير على الخدمات اللي بتعطيها السلطة المحلية العربية للمواطنين فيها. فالإشي الإشي بتقدر تشوفه من جهة مثلا الإسراف أو اللي بعطوه للطالب العربي في السلطة المحلية العربية مثلا السنوي هو 10,000 شيكل مقابل 19,000 شيكل للطالب اليهودي في السلطة المحلية اليهودية، تقريبا الضعف. طبعا هذا بيتمثل في الإنفاق في التربية والتعليم، نقدر نشوفه عن طريق الحواسيب وما إلى ذلك اللي موجودة في المدارس، طبعا فجوة جدا كبيرة. إذا ما عدنا إلى أساس هذه الفجوات وأسباب هذه الفجوات، لماذا؟ يعني كل الوقت نتحدث بأن هناك فجوة واضحة في الميزانيات بين العرب واليهود، المدن العربية والمدن اليهودية، لماذا هذه الفجوات؟ أوكي. هيك وكيف تحدثها الدولة يعني؟
أكيد الفجوات. أنا بحب أحكي بس في جملة جدا 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 موجودة في الشارع في البلاد اللي هي العرب بدفعوش أرنونة. أنا طبعا بدي أجي أحكي لك لا، العرب بدفعوا أرنونة. إحنا وصلنا لنسبة جباي 75% اللي هي نسبة جدا منيحة مقارنة مع السلطات المحلية اليهودية الموجودة في السلم الاجتماعي الاقتصادي من 1 إلى 5 زي السلطات العربية، هن بدفعوا 94%. اللي إحنا لقيناه كمان في البحث هذا إنه حتى لو السلطات العربية نسبة الجباية فيها بتصل ل 94%، لازال يوجد فجوات، رح يضل في فجوات. السبب الرئيسي من وراها إنه في نقص في المناطق الصناعية والمناطق التجارية في السلطات المحلية العربية. طبعا مش هذا السبب الوحيد، لكن في منح بتعطيها الدولة للسلطات المحلية، فالتوزيع لهذه المنح هو غير عادل. الآليات التوزيع لهذه المنح والمعايير عشان توزيع هذه المنح هي غير عادلة، اللي بتخلي الفجوة تكبر بين السلطات العربية المحلية اليهودية والعربية. وهذه معايير من الواضح أنها مقصودة في الحكومة الإسرائيلية في توزيع هذه الميزانيات، وهذا ربما ما نستنتجه أكثر أو أقل من هذا التقرير. لكن دعينا نعود إلى المعطيات والمعلومات التي حملها وشملها هذا التقرير. هناك كانت توصيات أيضا للسلطات المحلية العربية للتعامل مع هذه الفجوات. صحيح، في توصيات اللي هي كمان للسلطات المحلية العربية وتوصيات للمكاتب الحكومية. من جهة توصيات للسلطات المحلية العربية، احنا بنوصيهم انه يعلوا نسبة الجباي. لكن مهم احكي ملاحظة صغيرة، السلطات المحلية العربية موجودة او تعتبر فقيرة، فدائما رح تاخذ منح، رح تاخذ اعفاء. في ناس رح تاخذ اعفاء من الارنونة، لهيك حتى لو وصلت 94% اللي هي الموجود اليوم عند اليهود مش رح تسد هاي الفجوة. بالمقابل بنوصيهم انه يستثمروا اكثر في المصانع، في المناطق الصناعية والتجارية. لكن بالتالي احنا الهدف تبعنا كمان انه المكاتب الحكومية تغير هاي الآليات، فاحنا بندعوها انها تغير الآليات والمعايير اللي من خلالها بتعطي المنح، وكمان انها تستثمر اكثر في المناطق الصناعية والتجارية في السلطات العربية. انتم تتعاملون مع السلطات المحلية وتقدمون هذه التوصيات للسلطات المحلية العربية، هل هناك من آليات تستخدمونها لمراقبة هذا العمل؟ أكيد، أولا في تعاون بيننا وبين لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. هذا التعاون بخلينا نوصل لمرافعة مقابل البلدات، آسفة، المكاتب الحكومية لحتى نخلي هاي التوصيات تصل لعندهم ويغيروا الآليات اللي عم نحكي عنها، ونوصل لمحل اللي فيه توزيع عادل أكثر للمنح اللي بتعطيها الحكومة. هل هناك متابعة على مدار العام، ربما استشاريين من قبل سيكوي يلتقون مع أعضاء في البلديات، رؤساء بلديات أو مجالس محلية؟ في متابعة، مش من جهة استشارة، لكن في متابعة بالنسبة للمرافعة. كمان تنساش في حاليا الخطة 550 اللي هي كمان تشمل السلطات المحلية العربية، ونحن بنشتغل بالتعاون مع زي ما حكيت قبل لجنة رؤساء السلطات العربية، مع مركز إنجاز وأكثر من شريك اللي بنشتغل بالتعاون معهن عشان نصل للمرافعة ونغير. تحدثنا عن توصياتكم للسلطات المحلية العربية، ولم نتحدث عن التوصيات أيضا التي تقدم للمكاتب ربما الحكومية للتعامل مع السلطات المحلية. هل من مجيب عندما تقدمون توصيات للمكاتب الحكومية؟ في مكاتب في بيجيبوا أكثر أو بيكونوا أكثر بتعاون معنا ومع رؤساء لجنة رؤساء السلطات العربية، في مكاتب أقل، لكن طبعا نحن دائما نطمح أنه يكون في مجيب، حتى لو ما في منحاول قدر الإمكان. شكرا جزيلا مروة صالح، مركزة تطوير اقتصادي في جمعية سيكوي أفق. شكرا لك أمير. أفادت تقارير حقوقية بأن أكثر من 40% من العائلات العربية في البلاد تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ما يعادل 4 أضعاف النسبة في أوساط العائلات اليهودية. كما تأتي معطيات التقارير وسط تفاقم أزمة الغلاء المعيشي في الآونة الأخيرة وغياب الدعم الحكومي اللازم. إلى 42% تصل نسبة العائلات العربية التي تعاني من انعدام للأمن الغذائي، أي ما يعادل 4 أضعاف مقارنة بالنسبة بين العائلات اليهودية، معطيات تدعو للقلق الشديد لتبعاتها على صحة المواطن العربي. وغياب قدرة العائلة إنها تحصل وتتيح توازن غذائي متوازن صحي، هذا بشكل عام. ممكن مرات يوصل لحد الجوع، يعني تبلش العائلة تفكر تقلص بكمية
الأكل وجودة الطعام، وهذا الإشي له تبعات جدا شمولية صحية اجتماعية نفسية وما شابه. وتتفاقم هذه الأزمة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة، والذي من شأنه أن يؤثر على هذه العائلات بشكل مباشر، مما يتطلب دعما حكومي فوري. في مطالبة إذا نفصلها كان خطة حكومية، فالخطة الحكومية لازم تحوي أول إشي مسح ممنهج بالشراكة مع المجتمع العربي، أطر التمثيلية المهنية، منتدى الرفاه الاجتماعي وما شابه، وأيضا المجتمع المدني. لليوم ما في مسح ممنهج لهذه الظاهرة بشكل عام بما في ذلك المجتمع العربي، ووفق المعطيات والاحتياجات تنبنى خطة ملائمة اللي تسد هاي الاحتياجات وتمنع دخول المجتمع العربي في هاي الدائرة. وبالإضافة إلى ضرورة تقديم الدعم الحكومي، تستمر الدعوات والحملات الشعبية المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور لمنح جرعة من الأكسجين لهذه العائلات الفقيرة. تغيير اللي لازم يصير اللي هو طارئ، تغيير اللي هو أكسجين لعشرات ألاف بل مئات ألاف من العائلات الموجودة. وفي المجتمع العربي أكثر من نصف من المجتمعات العاملة في إسرائيل اللي هن مجتمع عائلات عربية عمليا تقتضي أقل من 40 شاكل للساعة. حتى الآن لا تبدي الحكومة الحالية أي اكتراث لصرخة الفقراء والمستضعفين الذين يزدادون فقرا وباتوا يقتصدون في كمية وجودة غذائهم، مما ينعكس سلبا على صحتهم. مباشرة تنضم إلينا الآن عضوة الكنيسة عن القائمة المشتركة السيدة عايدة توما سليمان. أهلا بك سيدتي. في البداية، يعني المواطن العربي لا يتمتع بهواء نقي في البلدات العربية، الآن نتحدث عن انعدام أمن غذائي، عناصر الحياة وكأنها كلها تختفي مع تقدم الوقت ومع السياسات أيضا العنصرية في الحكومة الإسرائيلية. أنتم كيف تنظرون إلى ما يحدث وإلى هذه المعطيات المستجدة أيضا المتعلقة بالمجتمع العربي في الداخل؟ نعم، مساء الخير. نحن لا ننظر، نحن نعيش هذا الواقع ونحن نناضل ضد هذا الواقع، نحاول قدر الإمكان بأن نغير أولا في هذه السياسات، وثانيا نحاول أن نضغط في اتجاه رصد الميزانيات وإيجاد الحلول لمثل هذه القضية الشائكة. للأسف نحن نعلم من قبل الكورونا أن مجتمعنا العربي هو أكثر المجتمعات فقرا في هذه الدولة. نسبة الفقر عندنا عالية جدا، بالإضافة إلى أن نسبة البطالة أعلى من غيرها في أي من المجتمعات داخل إسرائيل. ولكن مع فترة الكورونا ومع الميزانية الجديدة والسياسات المالية الجديدة لهذه الحكومة، حذرنا أولا من ارتفاع الأسعار، وثانيا من سقوط العديد من العائلات تحت خط الفقر، وهذا ما تم. كانت القضية قضية وقت حتى يحدث ما يجري. نحن طالبنا ونستمر بالمطالبة أولا وقبل كل شيء، يعني حتى السياسات التي تكرس للقضاء على الفقر أو السياسات التي تكرس لإعطاء بعض المخصصات والمساعدات للعائلات الفقيرة أن تكون حسب احتياجات الجمهور. مش طبيعي إنه إحنا نكون أكثر الفقراء والفقر عندنا أعمق شيء، والأمن الغذائي مفقود، والمخصصات تذهب أكثر للناحية اليهودية. هذا أمر يجب أن يتوقف فورا. وكان هناك سيدة توما سليمان، كثيرا ما نتحدث عن السياسات طبعا التي تفضلت بها، سياسات الحكومة لإفقار المجتمع العربي في الداخل، ولكن دعيني أكون متخصص أكثر في السؤال وأقول ماذا اليوم بيد الحكومة الإسرائيلية من حلول لواقع الفقر المدقع في المجتمع ولا تفعله؟ هناك الكثير مما يمكن أن تفعله. أولا أن توقف السياسات المجحفة التي تقوم بها ضد الفئات الفقيرة والفئات المسحوقة، هاي أولا وقبل كل شيء، مثل قضية يعني ارتفاع سعر الكهرباء. الكهرباء هي شركة حكومية، في السنة الماضية كانت شركة رابحة أكثر من مليار شيكل. بإمكان الحكومة أن تستغني عن هذا المصدر بحيث لا ترفع الأسعار وتبقى
بنفس الوضعية، يمكن ما تربح مليار، يمكن تربح 500 مليون. الأمر الآخر هو رفع فوري للحد الأدنى للأجور بحيث يتلائم احتياجات المجتمع وارتفاع الأسعار. هناك إمكانية، مش إنه يأجلوا ارتفاع. أنت تعلم بأنه المقترح حسب الحكومة إضافة نصف شاقل صحيح للساعة للحد الأدنى للأجور. هذه مهزلة، هذا يعني آسفة ولكن صفعة في وجه كل الفئات المستضعفة. بالمقابل كان عليهم أن يقوموا برفع الحد الأدنى للأجور مرتبطاً بمتوسط الأجور، بحيث كلما ارتفع متوسط الأجور أو غلاء المعيشة يرتفع فوراً الحد الأدنى للأجور. بالإمكان أيضاً تخصيص الميزانيات ورصدها لبرامج تعالج النقص في الأمن الغذائي، برامج للأطفال في المدارس بحيث توفر لهم الوجبات الساخنة للتعويض عما ينقصهم في المنزل. صحيح. هناك إمكانية أيضا لتخصيص للعائلات الفقيرة دفعات شهرية بحيث تستعين فيها للقضاء على النقص في الأمن الغذائي، وهناك الكثير من المشاريع اللي ممكن أنه تخصصها. هذه الحكومة تهتم فقط بالطبقات الوسطى أحياناً، ولكن هي بالتأكيد تقود سياسة تضرب الفئات المستضعفة. فيما يتعلق سيدة توما بالنضال ربما ضد الأزمات التي يعيشها المجتمع العربي، نحن نعلم أن الأزمات كلها مرتبطة بعضها ببعض، يعني الفقر مرتبط بالعنف ومرتبط بالجريمة وما إلى ذلك، كلها سلسلة واحدة. لماذا لا نرى احتجاجا في الشارع العربي ضد الفقر أو الإفقار دعينا نقول؟ هل هذا الأمر بات رفاهية في مجتمعنا وفي وضعنا السياسي الحالي؟ أنا أعتقد بأنه هناك يعني مقولة جدا معروفة لأبي هريرة يقول فيها: أعجب لمن لا يخرج للناس شاهرا سيفه، لمن لا يجد القوت في بيته ولا يخرج للناس شاهرا سيفه. بمعنى أنه هناك ضرورة للنضال وهناك تحفز للنضال يجب أن يكون موجود في وجه مثل هذه السياسات. للأسف أعتقد أيضا أن سياسات الدولة كرست مفهوم خاطئ لمعنى النضال ولمعنى الحقوق، وكأنه الحقوق يمكن أن تقدم لنا على طبق من فضة، وهناك من داخلنا من يحاول أن يطرح وكأنه النضال ليس له أي عمليا فائدة، بينما نحن نعلم من تجربتنا، وهنا في حاجة للحديث نحن كأحزاب وكأطر داخل المجتمع العربي للتوجه لمجتمعنا العربي وتحشيده من أجل الخروج في عملية استنهاض الهمم في نضال حقيقي ضد هذه السياسات، لأنه كل ما جرى حتى الآن في الانضمام إلى هذه الحكومة وهذا الائتلاف الحكومي أنه جرى إخراس الأصوات وشق الصف الوطني اللي بإمكانه كانوا أن يخرج للنضال. أشكرك جزيل الشكر عضوة الكنيسة عن القائمة المشتركة سيدة عايدة توما سليمان. طالبت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة بالعدول عن قرار إلغاء التسهيلات في امتحانات البقروت، فيما احتجت لجان أولياء الأمور القطرية على هذا القرار، معتبرة أن توقيته خاطئ ولا يتناسب مع حجم الفجوات القائمة تحديدا في المجتمع العربي ووسط استمرار الأزمة الوبائية. غضب يسود المدارس العربية فوق الابتدائية في أعقاب إلغاء وزارة المعارف التسهيلات في امتحانات البقروت والتي منحتها في ظل جائحة كورونا، القرار الذي يعتبره الطلاب الممتحنون بغير العادلة والمجحف نظرا لاتساع الفجوات التعليمية تحديدا في المجتمع العربي. الإلغاء راح يسبب لنا ضرر كبير، لأن خصوصا احنا تعلمنا صف 10 على الزوم أغلبه، وأول 11 كان في فترات على الزوم لما يكون في حدا مريض كورونا، فالتسهيلات هاي إذا راح يكموها راح الشيء يسبب لنا ضرر كبير، خصوصا أنه تعلمنا على الزوم ما خدناش القدر الكافي يعني
من التعليم اللي بنستحقه. من طالب أكلمه فيها أنه التسهيلات اللي كانت ما تنكمش أو إذا بحبوا يزيدوا مش يقيموا، لأنه بالآخر هذا الشيء لمصلحتنا إحنا إذا التسهيلات هاي بتضل. أنا معارض تماماً لهاي الإلغاء للتسهيلات. السنة كنت نازل من المدرسة عرفت أنه صار في الإلغاء وانصدمت، يعني عابونا أنه إحنا فتنا زوم وتعلمنا التعليم عن بعد وفقدنا التواصل مع المعلمين، انه كيف يعني كيف الاجيال اللي قبلنا تعلموا، وهالشيء اثر علي كثير مثلا بفهم الرياضيات. انا فايت 5 رياضيات وفيزياء، هالشيء يعني اثر علي كثير واخذت وقت كثير تفهمت الماده. طالبت لجنة التربية والتعليم في الكنيست وزارة التعليم بالعدول عن قرار إلغاء التسهيلات في البقروت، وردت من عندها الوزارة بأنها ستدرس قرارها مجددا بعد امتحانات الشتاء، فيما احتجت لجان الأولياء القطرية على هذا القرار مشيرة أن توقيته خاطئ ولا يتناسب مع حجم الفجوات التي ما تم تجسيرها. الفجوات بيننا وبين المجتمع اليهودي فجوات كبير كتيرة، وعلى هذا الأساس إلغاء التسهيلات راح يضر كمان في المجتمعات الضعيفة زي المجتمع العربي، وعلى هذا الأساس إحنا منشوف إنه يكون إنصاف وعدالة للمجتمعات هاي، وهذا القرار لا في عدالة ولا في إنصاف، وراح يكون التعليم الخاص والتعليم الخصوصي والدروس الخصوصية تزدهر، واللي معاه مصاري راح يقدر ينجح ويفوت على الجامعة، واللي معهش مصاري الوضع تاعه راح يكون صعب. فجوات تعليمية وأثار نفسية واجتماعية قاسية لا زالت تفرضها جائحة كورونا، تصر وزارة التعليم على تجاهلها كأنما الجائحة ما كانت، ما قد ينعكس سلبا على نتائج الطلاب في امتحانات البقروت وحالتهم النفسية. مباشرة ينضم إلينا الآن رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والمختص في علم الاجتماع والتربية دكتور شرف حسن. أهلا بك سيدي، هل توافق على أن ما يحدث الآن يزيد من البون الشاسع أصلا في الفجوات ما بين المجتمعات فيما يتعلق بالتربية والتعليم؟ الحقيقة نعم، يعني فترة الكورونا اللي استمرت مستمرة لغاية الآن سنتين متواصلات مع كل الأزمات اللي مر فيها التعليم، واضح أنه في طبقات في المجتمع، في فئة من الطلاب تضررت بشكل كبير جدا. سنتين من أزمة متواصلة بلبلة في وزارة التربية والتعليم، قرارات مختلفة، يعني مع أنه الأزمة نفسها كان ممكن تكون فرصة لإحداث تغييرات جذرية في العمل التربوي وفي نظام التقييم بما في ذلك تقييم المتعلق بامتحانات البقروت، ولكن للأسف يعني في استمرار لنفس الوضعية، وكأنه الأزمة لم تترك أثرها على أجيال كاملة من الطلاب، بالذات اليوم نحكي على طلاب الثانوية بصدد الامتحانات البقروت. واضح أنه طلاب اليوم الثواني عشر والحوادي عشر الذين تقدمون الامتحان أن تحضيرهم كان في ذروة أزمة الكورونا، قسم كبير منهم لم يتعلم في المدرسة كما يجب، لم يكن صحيح. هناك استمرارية وتواصل، وقسم منهم عانى أيضا من أزمات إضافية غير أزمة الإشكاليات المتعلقة بالتعليم والتحضير للامتحانات، هناك أيضا احتياجات أخرى تم المس فيها، المدرسة بتعطي أيضا بتلبي احتياجات مختلفة للطلاب، جوانب اجتماعية ونفسية وما إلى ذلك. للأسف يعني قرارات فوقية من هذا النوع لم تأخذ بعين الاعتبار، لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع في الحقل، ولا تأخذ بعين الاعتبار الوضع عند الطلاب. وحري بوزارة التربية والتعليم التي تتحدث عن بإصلاح آخر، يعني أنه بدها تخلص الامتحانات البقروت، هنا بالذات في عدم تفاهم وفي استمرار لنفس العقلية اللي بتقول أنه الطالب يمتحن في امتحان البقروت وبدون أي أو بدون ملائمات كافية للوضع اللي كان في السنتين الماضيات، كان أحرى يعني كان حري بوزارة التربية والتعليم التفكير بطرق تقييم بديلة بإعطاء أجوبة أخرى غير تلك المتعلقة بامتحانات البقروت. دكتور، في حال أخذنا واتخذنا سيناريو الأسوأ وتم فعلا بشكل نهائي عدم الرضوخ ربما للجنة التربية والتعليم في الكنيست وإلغاء كل التسهيلات فيما يتعلق بامتحانات البقروت، كيف من شأن ذلك أن يثقل كاهل الطلاب والطاقم التدريسي بشكل فعلي في الفترة
المقبلة؟ وما التحديات أيضا التي تضاف ربما فعليا وميدانيا على كاهلهم؟ يعني التحديات هي تحضير الطلاب وضع ضمن متطلبات قد تكون غير مناسبة للواقع في الحقل من ناحية إتمام المواد وتحضير الطلاب من ناحية التدرب لامتحانات معينة، مع أنه الفكرة بجهاز التربية والتعليم أنه الطالب يعني الامتحان يكون تقييم عادي، ولكن في الواقع الموجود الآن يعني تحول الامتحان إلى كابوس يعني وليس إلى آلية تقييم حقيقية، فهذا سيترك أثره النفسي الكبير على طلابنا على المعلمين، وللأسف الشديد يعني سيزيد من التوجه اللي حول مدارسنا إلى بالذات الثانوية إلى مكان فقط لتجهيز الطالب لامتحان البيجروت وليس كمدرسة تعنى بقضايا القيم وتحضير الطالب للمستقبل وبناء شخصيته. هذا الإجراءات من هذا النوع تحول المدارس إلى فقط مكان لتحضير الطالب لامتحان الامتحانات، وللأسف يعني بهذا المنطق تتحول المدارس إلى مكان ملائم فقط لقسم من الطلاب الذين سيتوجهون للامتحان. يعني هذه الفئة التي ستلقى اهتمام كبير من المدارس، وللأسف باقي الطلاب يعني قضية الامتحان أو وصلوا لمرحلة أنه الامتحان أو ما في لهم أمل في الامتحان، فعمليا المدرسة بتبطل مكان مناسب لهم، والعملية التربوية بتدفع في هذول الطلاب إلى الخارج، وكل هاي الديناميكية كل هاي الوضعية بتزيد ليس فقط من الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي، إنما أيضا داخل مجتمعنا العربي، وللأسف كمان بتزيد من حالة الاغتراب والبلبلة والصعوبات والتخبطات والأزمات المتعلقة بجهاز التربية. إذن هذا هو صلب التحديات ربما التي ستكون موجودة في حال تم إلغاء التسهيلات بشكل نهائي. ولكن في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتور، كيف من الممكن مواجهة أي عواقب والتي قد يكون منها تدني التحصيل في المجتمع العربي مستقبلا؟ الحقيقة يعني أنا خليني أكون معك صريح ومع المشاهدين، يعني الحقيقة اللي يجب أن نقولها أنه للأسف يعني امتحانات البيجروت يعني هي أداة سياسية بنهاية الأمر، بسهلوا من أحيانا بيرفعوا أحيانا، ولذلك يعني إذا بتلاحظ يعني في ذروة الكورونا كان بالذات ارتفاع في نسبة امتحانات البيجروت، يعني ارتفاع لا تعكس بالضرورة تحسن وضع التعليم في المجتمع العربي. لذلك يعني اعتماد آلية التحصيل العلمي أو امتحانات البيجروت كآلية أو كأداة حصرية لتقييم وضع التربية والتعليم، هذا أمر إحنا ولا مرة تبنيناه كلجنة متابعة قضايا التعليم. إحنا طلبنا ونطالب إلى اعتماد الكثير أو عدة أدوات مختلفة لتقييم وضع التعليم، مثلا ننظر إلى وضع العنف الموجود في المستشفى للأسف في مجتمعنا وفي المدارس أيضا. الشباب قبل البث شهدت صور وصلتني على الواتساب لطلاب، عنف طلاب يعني شيء يعني صعب جدا أن نشاهد مثل هذه المشاهد بين طلاب في المدرسة، حتى لو أن حالات العنف لم تكن ضمن جدران المدرسة مع أنه في قسم منها بيكون، وللأسف العنف بشتى الاتجاهات طلاب بين طلاب وطلاب مع يعني الوضعية مقلقة جدا. لذلك نحن نرفض اعتماد فقط امتحانات البيجروت كأداة للتقييم، بالذات في ظل أنه أيضا شهادة الامتحان البيجروت كأداة للقبول للمستقبل أو للجامعات يعني كمان عم في استهتار فيها، لم تبقى كما من ناحية قيمتها كما كانت في السابق. لذلك يعني التقييم هو مركب في ظل هذه الوضعية، يجب ندعو إلى اعتماد الكثير من الوسائل والأدوات الإضافية والمقاييس لتقييم وضع التعليم وتقييم وضع الطلاب، وأن لا يكون التقييم فقط حسب امتحانات البيجروت ونتائج امتحانات البيجروت. شكرا جزيلا رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والمختص في علم الاجتماع والتربية الدكتور شرف حسن. أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر تمنع أهالي النقب من تسيير مواشيهم وتلزمهم بنقلها في المركبات، في خطوة يرى بها السكان إصراراً على خنقهم وسلخهم عن هويتهم ونمط حياتهم المعتاد. محاولات السلطات الإسرائيلية التضييق على عرب النقب مستمرة،
حيث تفاجأ أصحاب المواشي بأمر جديد لوزارة الزراعة يلزمهم بنقل مواشيهم بالمركبات وليس بالسير بها على الأقدام، ما يكلفهم أموالا طائلة في سعيهم وراء المراعي التي يتم تحديدها لهم مسبقا. اجتماعنا اليوم في وجه فتح سنة المراعي لسنة 2022، سمعنا وسألنا وتأكدنا أن الخدمات البيطرية في بئر السبع أصدرت قرار أن ممنوع إعطاء تسريح لنقل المواشي من البيت للمرعى إلا عن طريق شاحنات. الاجتماع هذا في قصة نقل المواشي، والمواشي كل سنة بينقلوا الناس، بيمشوا الناس ضعين على الرجل، هالسنة وقفوا الشهادة وذهم كل الناس يضعون يمشوا في سيارات نقل، وفي ناس ما بيقدر من ناحية مادية ما بيقدر يدفع له 6-7 آلاف شيكل، وفي بعدين السيارات توضل فيها مخلوط، وبعدين كمان لما تحمل في السيارات في حلال بيموت في السيارات بيضغط على بعضها وبيموت. وكانت بلدية بئر السبع قد توجهت لوزارة الزراعة بطلب المنع، حيث استجابت الوزارة لها بعدم السماح لمربي المواشي بنقل مواشيهم مشيا على الأقدام وإجبارهم على نقلها بسيارات، وذلك بعد شكاوى من قبل سكان المدينة ضد أصحاب المواشي العرب البدو. اليوم كانت جلسة بخصوص نقل المواشي إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها أصحاب المواشي، ونحن نرى أن هناك مشكلة في هذا الجانب، ومن خلال هذه الجلسة سنتوجه اليوم وغدا إلى وزارة الزراعة لمحاولة التوصل إلى حل بهدف مساعدة إخواننا المزارعين في النقب للوصول إلى نتيجة تساهم وتساعدهم في هذا الجانب. يشار إلى أنه بعد توجه النائبة إيمان خطيب ياسين تم إعادة السماح لمربي المواشي بالجنوب بمرافقة مواشيهم مشيا على الأقدام وعدم إلزامهم بنقلها في الشاحنات، ولكن هذه القضية تثبت مرة أخرى أن السلطات الإسرائيلية مصرة في التضييق المستمر على البشر والشجر والحجر وحتى الحيوان. مباشرة ينضم إلينا الآن مسؤول منتدى السلطات البدوية في الجنوب دكتور مازن أبو الصيام. أهلا بك سيدي. في البداية، ماذا تحاول إسرائيل أن تفعل من خلال هذه الخطوات وتغيير نمط الحياة المعتاد للمجتمع العربي البدوي في النقب؟ طبعا مساء الخير لك ولجميع المستمعين أول المشاهدين. نقل الحيوانات من البيوت إلى المراعي هو طبعا موجود منصوص عليه في قانون من سنة 1977، وبإمكان أي مزارع نقل حيواناته إلى المراعي عن طريق النقل بالسيارات أو مشي على الأقدام. الأمر اللي صار هذا أمر من لواء الجنوب التابع لوزارة الزراعة، طبعا بعد ضغوطات من بلدية بئر السبع بعدم السماح للمربين البدو بالمشي بالأقدام أو الراعي بالأقدام أو التنقل بالأقدام إلى المراعي اللي أغلبها موجود غربي مدينة بئر السبع من محيط بئر السبع والمدينة نفسها. طبعاً الأمور مع السنين تغيرت، اليوم في عندنا ما يقارب 50,000 رأس غنم اللي بيطلع للمراعي في النقب الغربي، وما يقارب 30-40,000 اللي بتواجد في مراعي محلية أو مراعي زراعية الموجودة في القرى غير المعترف بها. نسبة يعني بنشوف كمية الأمطار اللي بتتواجد في هذه المناطق اللي بتنزل في هذه المناطق ما يقارب بين 50-150 على الأكثر ملليمتر بالسنة. الأمر طبعا هو ضعيف من ناحية قانونية، ولا يستطيع مدير اللواء بإخراج أمر كهذا الأمر إلا عن طريق تغيير القانون اللي هو قانون قديم من سنة 77. طبعا هي ضغوطات من مدينة بئر السبع على المواطنين، والضغوطات للأسف الشديد هي ليست فقط للأغنام اللي بنشوفها يعني عن طريق مدينة بئر السبع، وإنما عن طريق كافة الحيوانات. يعني بنشوف التقارب ما بين مدينة بئر السبع وقرية شقيب السلام وقرية تل السبع، كلها تعتبر كمدينة واحدة، حتى يتم أيضا مخالفة الخيول اللي بتمشى فيها الشباب أيام الجمعة والسبت، يتم مخالفتها وأيضا مصادرتها. هناك قانون ما يسمى قانون مرافق لبلدية بئر السبع التي لا تسمح
لدخول الحمرات بأي شكل من الأشكال في مدينة بئر السبع. دكتور أبو صيان، يعني إذا أردت النظر بالمجمل على هذا الموضوع، يعني يحضرني مثال ربما كل قوة معينة تريد أن تستعمر أو تحتل وتستوطن في منطقة معينة فتغير من نهج حياة السكان الأصليين أو الأصليين للمنطقة. ألا ترى أن هناك تشابه مع ما يحدث ما بين سكان النقب العرب وما بين ما تفعله وتحاول فعله السلطات الإسرائيلية؟ لا، لا شك أن التقييدات اللي صارت من الدولة ومن المؤسسات الدولة على مر السنين أثرت سلبا على كمية الحيوانات أو كمية الأغنام اللي بربوها البدو. يعني في آخر 20 سنة نزلت كمية الأغنام ما يقارب ب 300-400 ألف راس، يعني من 700 ألف لليوم بالكاد عندهم 280 ألف راس، وكلها عن طريق قوانين وسن قوانين اللي هي جائرة بحق المواطنين، علما أن بدو النقب عندهم ما يقارب 50% من الأغنام الموجودة في البلاد. يعني اليوم نقل الحيوانات أصبح أمر صعب جداً، عدا عن التصريح الرسمية لازم السيارة كمان تكون مرخصة، ولازم السائق اللي بسوق السيارة يكون معاه دورة في الرفق بالحيوان، ولازم تكون الحيوانات مرخصة. هناك الكثير من التصريح اللي لازم يكون مع ناقل هذه الحيوانات. وهناك أيضاً للأسف الشديد العقاب على هذه القوانين هو عقاب جائر، يعني بنشوف العقابات ما يقارب 20-30-40 ألف شيكل. يعني العقاب هو ليس للجريمة على نقول، وإنما لعدد الحيوانات الموجودة في المخالفة. يعني إذا كانت في خلفت أحد القوانين بعشر رؤوس من الأغنام عمليا تأخذ عشر مخالفات أو مبلغ معين مضروب في عدد رؤوس الأغنام، وهذا مجرى. يعني كمان العقاب هو عقاب قاسي جدا ضد المواطنين البدو. وربما كلمة العقاب هنا تصف الحالة بشكل دقيق. أشكرك دكتور مازن أبو صيام، الطبيب البيطري ومسؤول منتدى السلطات البدوية في الجنوب. شكرا لك. الآن مع أبرز موضوعات منصات التواصل وتفاعلاتها، ونستهلها بالتداول المتواصل لقضية فلتان المستوطنين في مناطق مختلفة بمدينة القدس وانتهاكات الاحتلال بحق الأهالي في حيي سلوان والشيخ جراح. هذا أحدث المقاطع المصورة التي نشرت عبر تويتر، وخلالها قام مستوطن الليلة الماضية برش الغاز على فاطمة سالم البالغة من العمر 70 عاماً أثناء دخولها إلى منزلها في حي الشيخ جراح. فاطمة ولدت في الحي وتتعرض للطرد الوشيق خلال الأسابيع المقبلة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي. دعونا نتابع ما التقطته كاميرا المراقبة. فاطمة ليست الوحيدة التي اعتدي عليها، ففي مقطع مصور آخر لقى رواجاً في شبكات التواصل، شرطة الاحتلال تعتدي على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص دون مراعاة لوضعه الصحي. نتابع. إنه يسأل عن سبب هذا الاعتداء على ما يبدو أن قوات الاحتلال ومستوطنيه لديهم عقلية واحدة. على كل حال، من التفاعلات كان تعقيب خديجة التي تساءلت أهم بشر، وأجابت أيضا لا أظن. أما سارة فكتبت في إنستغرام أيضاً: انظر إلى هؤلاء المستعمرين الأوروبيين وهم يهاجمون الفلسطينيين الأصليين.
التسميات على ما يبدو في هذه القضية باتت هامة جدا للرواد. أما في التعقيب الثالث فكتب هؤلاء الأشخاص مقرفون للغاية وآمل أن يحصلوا على ما يستحقونه، إنهم إرهابيون وعنفون، فلسطين حرة. في الموضوع الثاني لن نبتعد عن التطرف الذي يواجه الأهالي في القدس. أفترض أنكم تعرفون هذه الحركة، حركة إنترتسو اليمينية الإسرائيلية المتشددة والمعروفة بعدائها للعرب. هذه الحركة دعت مؤخراً إلى زيارة استفزازية إلى مدينة شفا عمر الجليلية. اللجنة الشعبية هنا قالت إن الزيارة تأتي في سياق هجمة التنظيمات المتطرفة على الجماهير الفلسطينية التي شملت الاعتداء على أهل النقب والشيخ جراح أيضاً. هذا الأمر لاقى استنكاراً شعبياً كبيراً وفي المقابل تهكماً واسعاً على هذه الخطوة. مهند عيد كتب: التاريخ اليهودي في المدينة كيف يعني؟ على أساس عندهم تاريخ يعني، ولا المدينة كان يسكنها ثيودور هرتزل؟ تساءل مستنكراً طبعاً. أما عبد فسخر من تجنيد أسماء عربية للمشاركة في هذه الجولة الاستفزازية للعرب أيضاً وكتب: الفيلم إنه إبراهيم عربي صهيوني بحسب تعريف الدعاية طبعاً لهذه الزيارة. إبراهيم على فكرة هو أحد المشاركين في جولة إنترتسو بمدينة شفا عمر والمرتقبة. على كل حال هناك قضايا لا يمكن أن تحمل الكثير من الأوجه، ومنها التطرف والاستفزاز. وبهذا نصل ختام بانوراما اليوم، نلقاكم غدا في موعدنا بأمان الله.